من هم رجال الأعراف؟ تعرف الجنة في الاصطلاح الشرعي بأنها دار الخلود والكرامة التي جعلها الله تعالى لعباده الصالحين الطائعين في الحياة الدنيا، ويكرمهم فيها بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وأصناف كثيرة منوعة من النعيم والملذات، وأهل الجنة لهم أوصاف عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كلها تشير إلى ما كانوا عليه من صفات صالحة حسنة في الدنيا، وما هم عليه من نعيم مقيم في الجنة. فأول هذه الصفات أنهم متقون، أي أنهم اتخذوا من أعمالهم الصالحة بفعل ما أمرهم الله تعالى به وترك ما نهاهم عنه وقاية من عذابه. ومن صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، فينفقون أموالهم في الأوجه التي أمرهم الله تعالى بها، ويخرجون الزكاة ونفقات الجهاد ونحو ذلك مهما كانت أوضاعهم، حتى في حال حاجتهم للمال، كما أنهم كاظمون للغيظ فلا يعتدون على غيرهم ولا يحقدون على أحد، بل يعفون عمن ظلمهم أو اعتدى عليهم، ولا تأخذهم الحمية لينتقموا لأنفسهم، وهم حريصون أيضا على استغفار الله تعالى من ذنوبهم الصغيرة والكبيرة لخشيتهم إياه سبحانه. ومن صفات أهل الجنة أيضا أنهم كانوا حريصين على صلاتهم فيخشعون فيها ويؤدونها بسكينة ووقار، مستحضرين فيها وقوفهم بين يدي الله عز وجل، كما أنهم يحفظون فروجهم عن الفواحش والآثام مثل الزنا واللواط، بل ويحفظونها عن مجرد اللمس والنظر. وأهل الجنة أيضا يحفظون أماناتهم مهما كانت هذه الأمانات من قول أو فعل أو عين، فلا يحدثون أحدا بما قاله آخر لهم، ولا يخبرون أحدا بما فعله خيرهم أمامه. وإذا ائتمنهم أحد على مال له أعادوه إليه كما هو، كما أنهم يحافظون على عهدهم للآخرين، فإذا ما عاهدوا أحدا بأمر ما التزموا به وحرصوا على عهدهم ذلك، ويدخل في ذلك وفاؤهم بالعقود وجميع الشروط المباحة فيها. وأما في صفاتهم التي يكونون عليها في الجنة، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون على طول كبير يبلغ 60 ذراعا، وتكون أجسادهم جرداء من الشعر، وتكون أعمارهم في الثلاثين وبين 30 و33 عاما، كما أنهم يكونون على جمال يوسف عليه السلام، وتكون قلوبهم على قلب أيوب عليه السلام. أخبرت الشريعة الإسلامية عن وجود مكان بين الجنة والنار يسمى الأعراف، وهو سور عال يستطيع من يكون فوقه من أهله أن ينظر إلى أهل الجنة وأهل النار، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. حيث ورد في بيان أهل الأعراف عدد من الأقوال، إلا أن الراجح فيها أنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. قيل أنهم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله دون إذن أهلهم، فقتلوا أثناء ذلك، فكان قتلهم في سبيل الله سببا في اعتاقهم من النار، وكانت معصيتهم لأهلهم سببا في عدم دخول الجنة. قيل أنهم قوم رضي عنهم أحد والديهم دون الآخر، فيقفون على الأعرف إلى أن يقضي الله بين الناس ثم يدخلون الجنة. قيل إنهم أهل الفطرة وأطفال المشركين. قيل أنهم أهل الفضل من المؤمنين يكونون على الأعراف ليطلعوا على أهل الجنة وأهل النار. قيل إنهم من الملائكة وليس من البشر. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم القول الأول الدال على أن أهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وقال حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما في ذلك: إن أهل الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، ويكونون على السور الذي يضرب به الجنة والنار، يضرب بين الجنة والنار، فيكون باطنه فيه الرحمة لأنه من جهة الجنة وأهلها، وظاهره فيه العذاب لأنه من جهة النار وأهلها. وكلما نظروا إلى جهة أهل الجنة قالوا لهم سلام عليكم، وإذا نظروا إلى جهة أهل النار دعوا الله تعالى ألا يجعلهم معهم في النار، ومصيرهم أن الله تعالى في النهاية يدخلهم الجنة برحمته، ولا يدخلون النار، ويكونون آخر أهل الجنة دخولا إليها.